هذا سؤال يحيلنا أولا على جذور الحركة الانفصالية، والحالة هذه عندما نتحدث عن المملكة المغربية بتاريخها وبعمقها الحضاري نعرف يعني أنه منذ الأدارسة وخصوصا المرابطين والموحدين وحتى العلويين كانت الدولة المغربية ممتدة وجذورها هي جذور إفريقية وتطل على بحر الأبيض المتوسط، وكان دائما لديها علاقات تأتي من الشرق ومنفتحة للعالم وهي أطلسية أيضا. وبالتالي عندما ظهر ما يسمى بمشكل الصحراء وأجعلهما بين المزدوجتين الغربية، هو صراحة كان مشكل قانوني ساهمت فيه الأمم المتحدة بشكل خاطئ في ستينيات القرن الماضي. لماذا؟ لأنه أولا السؤال الأساسي، من هي الدولة التي تقدمت لدى الأمم المتحدة لإدراج قضية الصحراء في أجندتها؟ المملكة المغربية. وبل قبل 1963 كان تاريخ التقدم، كان المغرب وكما تطرقت إلى ذلك خطاب حميد الغزلان للمغفور له محمد الخامس، كان المغرب دائما ينادي باسترجاع أقاليمه المغتصبة، وتم الشروع في ذلك بشكل متقطع تباعا في 58 مع طرفاية و 69 سيدي إفني. وكنت ألحت على ذلك هذا المنطلق لفهم أن المغرب هو صاحب القضية، وإذا كان هناك مشكل طرح بعد 1963 كان سببه الأساسي هو الجزائر، لأنه حرب الرمال التي انطلقت شرارتها في شتنبر 1963 واستمرت إلى حدود 1964 ناهيك على أنه المغرب منذ الأول كان ينادي باسترجاع أيضا موريتانيا، كان ما يسمى بالمغرب الكبير، حتى حدود 1969 عندما اعترف المغرب باستقلال هذه الدولة. ثم جاءت مرحلة السبعينيات بتجاذبات وتقاطبات من ناحية الإيديولوجية والجيوسياسية إلى آخره، ولكن إسبانيا وهذا عامل أساسي ينبغي أن نركز عليه أن المغرب لم يكن قد تخلص بعد من الهيمنة الإسبانية الفرانكيست، كانت تريد أن تجعل الإقليم الذي لم يسترجعه المغرب مستقلا لأسباب جيوسياسية جيواقتصادية إلى آخره. المغرب كان بالمرصاد، وكنا بالأمس 16 أكتوبر ذكرى خطاب الملك الذي دعا إلى تنظيم مسيرة خضراء انطلقت كما يعلم الجميع في 6 نوفمبر 1975، وبمجرد تنظيم هذه المسيرة المغرب أبرم اتفاق ثلاثي ما بينه وبين إسبانيا وموريتانيا، واعتبرنا أنه كان هذا الاتفاق هو الترجمة القانونية لاستكمال يعني الوحدات الترابية. بطبيعة الحال 1979 انسحبت موريتانيا لأن أيضا كانت تطالب بجزء من الصحراء المغربية، انسحبت ونحتفل كل سنة بذكرى استرجاع إقليم واد الذهب 14 أغشت 1979 كان هذاك التاريخ ديال الانسحاب. الآن الملخص ما هو؟ الملخص هو أنه المغرب لا يفاوض حول صحرائه، ولكن فقط الإشكال هو يعني استكمال إجراء دولي لنزع فتيل اندلاع أي مواجهة عسكرية مع الجيران بالخصوص الجزائر، والتأكيد على مغربية الصحراء. واعتقد هذا ما ترجمه أولا الدعم الكبير الذي تلقاه مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 مجلس الأمن، ثم أيضا افتتاح مجموعة من التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية وخصوصا في العيون والداخلة. إذا هذا اللقاء ديال الأصيلة 43 الموسم ديال الأصيلة مهم جدا، لأنه حتى اختيار هذا الموضوع حركة الانفصالية بالخصوص في إفريقيا وتداعياتها وارتباطاتها المحتملة مع أيضا يعني ظواهر أخرى كالإرهاب والجريمة المنظمة، تناولته من هذا الباب من هذه الزاوية مؤكدا على ضرورة التصدي له بكل القوة والحزم، ولكن ينبغي أيضا أن نشخص الأوضاع بشكل دقيق وأن نعالج جذور هذه الحركات. واعتبرت في آخر المطاف بأنه يعني خلق مثل هذه الأجسام إن صح التعبير لم يكن تاريخيا عمل طبيعي، وهذا هو عمق وجوهر مداخلتي في هذا الموسم. هنا كاين عنصرين، أولا ينبغي الرجوع إلى تاريخ إحداث هذا الكيان 1973. من طرف مغاربة كما قلت تابعوا دراساتهم في المغرب أولا، وكان يعني الطلب هو موجه ضد إسبانيا من أجل أن تنسحب من الإقليم. كان من الطبيعي أنه عندما المغرب أبرم اتفاقية مدريد أن
يعني يندمج ما يسمى بالبوليساريو، جبهة البوليساريو، في أن الجسم الوطني وأنتهي من هذا المشكل. ولكن ما يسميه هيجل بمكر التاريخ أن الجزائر ديال بومديان استعملت هذه الورقة لإضعاف المغرب، لأنها كانت تريد أن تأخذ تأرها التاريخي إن صح التعبير ما بين مزدوجتين من جراء حرب الرمال 1963. أضيف إلى ذلك أنه صراحة لا يمكن أن نفهم كيف تحول البوليساريو من جبهة، هي بصراحة أضحت انفصالية، بقدرة قادر 1976 فبراير بإعلان جمهورية وهمية. هل يمكن أن نستسيخ تحول يعني بطريقة كهربائية إن صح التعبير من 1975 نوفمبر على الأقل تاريخ المسيرة الخضراء وإبرام اتفاقية مدريد، فبراير 1978 لتشكل دولة تسمى الجمهورية الصحراوية المهمة؟ لا يمكن أن نستصيغ الآن هذه المسألة ونعرف بأنه الجزائر طبيعة الحال لعبت دورها في هذا المجال. فيما يخص التمثيلية، أولا ينبغي أن نعرف ممن يتشكل أو يتكون البوليساريو الآن. الإحصاء لم يجرى منذ 1974، وهذا ما يناديه المغرب، والجزائر تتهرب من مسؤوليتها لأنها تعلم وتعرف بأن الجزائر مشكل من أشخاص جاءوا من موريتانيا ومن مالي ومن نيجير ومن طوارق إلى آخره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أصبح الآن متجاوزا بحيث أنه للمغرب مجموعة من المؤسسات التمثيلية، سواء تعلق الأمر بالكركاس أو بالمجالس المنتخبة، جهويا إقليميا حتى على مستوى الجماعات المحلية، ومن يريد أن يساهم في تنمية المغرب ما عليه إلا أن ينضم إلى الصفوف. فبالتالي فانتهى هذا المشكل، ولكن ينبغي بطبيعة الحال أن نكون حريصين على التواصل على المستوى الدولي، وأن نستغل المنابر بلغات مختلفة، بالعربية، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالإسبانية أيضا، كان ندافع عن طروحاتنا. وأعتقد بأنه اليوم الحمد لله كاين نوع من الوعي الدولي على أساس أن قضية المغرب هي قضية عادلة، وأن الأمر لم يكن سوى مجرد ما نقول أكسيدون دو ليستواغ، يعني بحال واحد حادثة تاريخيا ينبغي الآن أن تصحح.